زي حرف الجي بالانجليزي او الحوت او شكل الحوت. تجي اربعه النجوم مستقيمه حرف تي، والثانيه اللي رجعت اربعه يسمونها. اذا طلعت النعايم كبرت العمايم وخلص البرد ولا كل نايم. هذه كلها في ايش؟ المربعانيه. بعدها تجي البلده. البلده ليش بس خلص؟ ليش صبيتها انت؟ ليش سميت البلده يا حبايبي؟ ليش؟ هذا الاكليل اللي انا اقول لك المربعانيه تجي مثلا كذا، هي كذا تقريبا، يجي هنا ثلاث نجوم صح؟ واحد اثنين ثلاثه، هذا الاكليل اللي انا تكلمت عنه قدام شنو؟ ويجي هنا نجم لماع، يمكنك تشوف النجم اللماع قبل تشوف الثلاث هذه اكثر منه، فتحقق فتجد الثلاث هذه معترضه قدامك كذا في المشرق، هذا اسمه الاكليل. الاكليل طبعا النجم اللي في النص من هنا يطلع بعده نجمين هنا اللي انا اقول لك الشوله، تجي زاويه بسيطه، طال الليل طوله وعجلة شغل بوله ومدري ايش الكلام هذا، هذا اقوال العرب وموجوده في تاريخ ام القرى العبارات هذه اللي انا اتكلم عنها الان. حلو، يجي نجم هنا بين الاكليل والشوله وهنا، ثم يجي هنا اربعه في كذا في الحرف الجي اللي يدور كذا او ذيل الحوت، اربعه هنا واربعه، لاحظ اربعه هنا، انا قلبت هذه عشان واربعه هنا، السين زي حرف الجي الجي كذا، هذا النعايم، اربعه نجوم هنا واربعه نجوم هنا. أيه. خلص البرد لكل الى كل نايم، وتلاقت الرعاة بالنمايم. الله، ايش الرعاة؟ الراعي. اي زمان كل غنم معها راعي من اهل الديره. نعم. فمن شده البرد يسوون حجار في الجبال يسمونها حييه، نسميها احنا ما ادري ايش يسمونها انتم، محجر. سلمت. في جوم فيها عن كذا، في يقعدون يعطوني يستربوا الاخبار، ايش سوى الفلان؟ ايش سوى الفلان؟ فيقول لك اذا طلعت النعايم كبرت العمايم وخلص البرد الى كل نايم، وتلاقت الرعاة بالنمايم. يعني يقعدون، واللي حتى في البيوت يتجمعون على النار ويسولفون ياخذون الاخبار. الله، هذه اسمها النعايم. نقال علو. بقي بعده نجم البلده اللي هو الشبط، والشبط ومدري ايش يسمونه. الا هذا ليش سميت الله اكبر؟ شوف قدرا انك سولف، خلنا نفيدكم بما نستطيع، واستغفر الله ان زللت واخطات. اذا قلنا هنا ثلاثه واحد، وهنا اثنين، وهنا واحد، وهنا اربعه، وهنا اربعه، هذه الاكليل اللي هي المربعانية. من هنا إلى هنا طلعت هذه الحين في الجو بعد صلاة الفجر، ارتفعت، يأتي بعدها ما في نجوم، هذه ايش يسمونها؟ صف البلدة. إذا طلعت البلدة حممت الجعدة، نبات يجي في البادية، يلا الجعدة شجرة كذا ويجي فيها ثمار وتوكل في ما بين الفصل هذا، واخذت الشيخ الرعدة، قام الشيخ قام الواحد ينتفض، ينتفض من البرد، شدة البرد هذه شدتها. بعدها طلع نجمين هنا، واحد في الشمال ومرتفع، واحد نازل شوية في الجنوب، السما واحد العقرب الأولى سعد الذابح، هذه كلها برد. سعد الذابح إذا طلع الذابح أصبح السارح وحمى أهله النابح. الله، ليش نحمى أهله النابح؟ الغنم لما تيجي الصباح وظهره في الحي لا رايح، إيش اللي رايح؟ ما تشب النار بدري عشان يدفون الناس يصلون يد هذا، تقوم الدخان تروح في الجو وتجي على الجبال وعلى اللودية. فمن البرد يجلسون أهل البيت يتدفون، تقوم الغنم تبغى تدور الأكل ما يقدرون يلحقونها، فتيجي الكلب يلحق الغنم ويردها. أيوة، إذا طلع سعد الذابح أصبح السارح وظهر في الحيلة رايح وحمى أهلها النابح، أرسد الغنم. بعده ب 13 يوم، هذه كلها 13 يوم، كل نجم من هذه 13 يوم، يعني بمعنى السهيل 52، الوسم 52، المربعانيه 52، كلها 52، البلده 26، البلده ايوه الشبط 26، يعني 13 13. يا سلام. بعد سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الاخبيه، الله، اربع نجوم 52 يوم. هذه ما بين برد، لا يزال البرد فيها، تطلع من يبقى ذنبه مغروز في البرد زي ما يقولون. سعد الذابح زي ما قلت لكم يطلع بعده بعد 13 يوم سعد بلع، بإرادة الله سبحانه وتعالى يكون في ربيع شوي، ولكن يجي على له طلة في الليل. الله، تجي طلة، فش تسوي الطلة هذه مع الصباح؟
مع نسيم الصباح تاتي هبوب بارده بسيطه، فشي يتجمد وشي يلمع. اذا طلعت الشمس عليه قال اذا طلع سعد بلع زاد الهلع وما على الارض لمع. الطله هذه ان كان فيها ثلج تجمدت، وان كان لنا كذا مع الشمس تكون متحتفظه بالموي قطرات تلمع مع الشمس. يا سلام. ايوه هذا سعد بلع النجم الثاني من نجوم ايش؟ العقارب او الجمرات الثلاث. بعده سبحان الله اخذت عليكم الوقت لكن شويه كذا خلينا نفيد نستفيد. بعده سعد هذا من العقارب سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود. بعده اذا طلع سعد السعود اخضر كل عود. الله. وكره في الشمس القعود. صح؟ يا سلام. يعني تقدر هذا لكن لا تقعد. لا تقعد، الشمس لو قعدت شويه ويسمونها فيها فيه يطلع فيه اللي يقول لك ابو الخمس. ابو الخمس انه يجي فيه خمس ليالي بارده. هذه قال واحد اذا طلع بالخمس فمن حيث ياتيك الليل امس. قال هو الثاني اللي هو فهمان قال لا 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 بياع الخبل عبات تطبع. هذا هو. اذا طلع ابو الخمس فاشتر فرو ابو خمس. ايش معناتها؟ يعني فرو الغنم يكون خمس مشبوكه مع بعض يسمونه فرو. ايه قال لا اذا طلع بالخمس خذ فرو ابو خمس عشان انه يجي برده ما بين دفى شويه وما بين كذا فيجي فصل. هذا يسمونه بياع الخبل عبارات. ياتي بعد اني بغيت انشدك دلحي. اي نعم هذا هو. فين هو متى هو بياع؟ في سعد السعود النجم الثالث تقريبا ما بين سعد السعود وسعد الاخبيه. النجم الثالث من نجوم العقارب. سلام. النجم الاخير اللي خلاص عاد الناس اللي مناطقهم بارده يستبشرون بالدفا وبالخير وبالربيع سعد الاخبيه. ايش هو؟ اذا طلع سعد الاخبيه خرج الناس من الاخبيه. وهنا الناس الاخبيه اللي عندهم بيوت ياخذون بيوت متنقله الى البر. خلاص صار دفا ما عاد يقدر. لكن هنا الاخبيه اللي مقصود بها تطلع الهوام العقارب والحنشان وانت ما كنت تشوفها قبل كذا تلقاها من بعد المغرب على طول سيح. تطلع. فهنا بدا خلاص الصيف بدا والدفا جاء. والله يجعلنا وياكم اللهم في خير دائم ويحفظ هذا البلد دائما مطمئن ويجملنا وياك. افدناكم بهذه المعلومه والله ما كانت على البال ولا وادري اني قصرت في كثير منها وفي الامثال اللي فيها اللي بيعاتبني مثلا في الامثال اللي انا قلتها راجعوا تقويم ام القرى تجدون الامثال هذه فيها والتفاصيل بالدقه. لكن انا اشوفها في الجو اطبقها في على الطبيعه خاصه في الجنوب لانه هنا انوار احيانا اطفي اللمبات عندي في الحوش وبدات اشوف وش اللي طلع من النجوم. الله اي والله اقعد لي شويه الله يا من اشوف اللمس معنا بتشوف اللمبات كلها طافيه. لا اروح الصحراء خلاص. لكن عندنا في الجنوب ما شاء الله تبارك الله اي والله يكون الكهرب طافي يطلع من فوق الجبل وتشوف النجم من هنا. بعدين النجوم هذيك تكون في الشكل الجنوبي اللي هو سهيل دحين في اليمين. ليش هو نجم سهيل؟ ما اقول له فلان انت مثل نجم السهيل اليماني. الله انا جهه اليمن جنوب لانه جنوبي شويه لكن يكون بريد من نوعه يلمع بلمعان ازرق تقول له لا لا اله الا الله. اذا الحين تلقاه اللي بي من الشرق تلقاه يمين الشمس شويه وماخذ له في السماء مكان وكل ما مد كل ما انتهى سهيل حتى يكتمل 52 يوم يطلع النجم اللي بعده. هذا من عجيب صنع الله. اي نعم جل وعلا. اي والله سبحانه وياخذونها لتهتدوا بها. اي والله. نعم عندنا كان انا كنت اذا اعرف الحفاثه الذره هذه خلاص اقطب مكانها متى اذا شفنا نجم ايش اسمه الثريا مع المشرق خلاص نذره او تحفر حفره في الارض وتحط رجلك فيها اذا كان دافيه خلاص جت ذره الذره. وليش نقول لك انك كله الحب يفطر لكن اذا يعني زي ما يقولون اصطدت انت الذريه هذه يجي الحبه بيضاء وتجي جميله وتجي ممتازه وما يجي فيها خراب. لكن قلت او شيء يصير فيها كذا وكذا. شوف هذا ما عندي وانت اعطونا يا رب يطول عمرك. الله يهديك. والله احنا استفدنا من كلامك واجد. بل استفدنا منه كله.
الله يرضى عليك. اي والله كلامك طيب وان طيب يا ابو علي. شوف الناس هذه يعني في قديم الزمن كيف اكتفى شافوا الامور هذه كلها؟ تجاربهم مع السنين. الله اللي يدلهم. ولا ويش ادرى انه لما حفر في القاع وعين هدافيت انها بيزين الذرة حزتها. ولا لما شاف النجم ويش النجمه في السماء ايش دخلها في الارض؟ ولا ياخذ حجر صلايه صغيره ويحطها في الركيب. ان جاء الطله تحت خلاص الدنيا جت. ايوه وان حصلها ناشفه لا. هذا الله اللي يدلهم. اللي يدلهم صحيح؟ ايه. والله كانوا يعني دقيقين مره واحده ويعرفون. قال لا ترى اليوم يا رجال انا لحقت انا شخصيا ابائنا الله يرحمهم ويجعلهم بالجنه ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. احنا نرعى الغنم ما في لا علف ولا في رودس ولا في برسيم ما معك الا المزرعه اذا كان عندك شيء واذا ما عندك الجبل. يقولون يلا سرحوا الغنم اليوم. من ضمن العجائب اللي احنا دقيقه بالتفصيل وشفتها انا بمري عيني. استرحنا اخو محمد. لا انت حبيبي. والله ما انتبهت. لا والله ما انتبهنا. انا ما عاد اليوم كنت قدام شوي مولع طاق. الفراشه دي الظاهر اثرت علي. والله ما انتبهت الا ذلك. المهم ايش كانوا يقولون؟ اليوم اسرح بالغنم. اسرحوا بالغنم. لكن لا يجي قبل الظهر بساعة بدون ما يعرفون ساعة، ساعة يعني وقت. لا يجي قبل الظهر الا الغنم هنا. ليه؟ ليش؟ مشاهدينا الاعزاء شوفوا الدقة في المناخ والتضاريس وفي الجو وفي العلم اللي أعطاهم الله إياه على الفطرة. لأنه شاف البارح برق في الشمال الغربي. بكرة ما يجي الظهر إلا والسيل عندهم. أي لا إله إلا الله. وشفت مريد العين وسمعت بذل الأذن. صدقت. نروح بالغنم شوية كذا تأخذ قشيش تأخذ حاجة كذا. وقبل الظهر بشيء نرجع. انزل عليكم السيل من شمال غرب. يعني لا من الغرب الجنوبي من الجنوب الغربي واحيانا لانه عندنا الجبال السروات احنا. ايه جبال السروات طبعا مثل ما يبرق البراق في شمال غربي. شمال غربي. ويجيكم السيل كذا. لا ما ادري عاد لكن المهم منه ما يجي الظهر الا والسيل في الوادي حاجز الغنم اذا قعدت ورا. ليش يقولون تعال؟ عشان ما يحجز السيل ورا الغنم ورا السيل. فتوكل. فكنا نجي ويجيك المطر. في نفس الاتجاه كنت اتقهوى انا واحد بدوي مره وانا عندي غنم في البر. الا ولا نفطر في الخيمه قلت له الرعد هنا في مكانك. له صوت غريب كان فيه صدى له في الجهه ذي في الجهه الشماليه الغربيه. قال تدري وش يسمون ذا؟ قلت نعم. قال اذا سمعت الرعد في الحجر امتل حكرك وجب. رح عب من الركيه وبسرعه روح بيتك ترى السيل بحدك. وفعلا تجي. والله اني اخذت عليكم نجس لكن خلني اعطيكم من الفائده اللي رايت بعيني. الا والله ما انا فاذا رعد بالحجف امتل حكرك وجف يعني الحكر اللي حتى القربه او الماعون اللي تاخذ فيه ماء خذ ما تيسر اللي تستطيع واشرب عن السيل وما يجي بعد ساعه الا والسيل دابسه. لا اله الا وشفت هذه انا شفتها اذا دق الرعد هنا وعاد انا اقول من حبي في الباديه مره لو هنا بدك. قال لي صديق بس قال لي صديق رحمه الله عليه وكنت شبه متواصل معه في اغلبيه الايام. جاء ذاك الليل الرعد يعني انا من الخبره اللي شفتها لكن الايام هذه نسال الله السلامه صار يتكلون ها في هبوب اليوم ولا ما في هبوب في كذا في كذا. لا انت بطياره بتطير عشان تروح تسال. توكل على الله يا اخي وامشي. والله توكل على الله الا اذا كان عندك حاجات تحتاج الى الكلام هذا ما طايره ما شيء. لكن قالوا ها بيجي هبوب اليوم ولا بيجي كذا. يا اخي هذا بدون ذي ولا ذي قال بيجي مطر ولا بيجي هواء ولا بيجي كذا. يعني ما اللي علمهم؟ علمهم الله. الله سبحانه. ايوه هذا الامر. ذاك الليل انا عند خويي هذا نسوي العشاء في البر. يعني قدام البيوت ما في داخل البيت بيت الشعر. الا والرعد الا البرق. هذا بعد المغرب. البرق شمال بالضبط. شمال بالضبط. عاد ما ادري شو الوقت لكن من الخبرة قالوا
الله البرق هناك الله يجيبه. قلت سوي شوف، قال نعم. قلت بعد شوي يكون عليكم بعد ساعتين ولا ساعة ونص وتشوفون وتشوفون. قالوا كيف؟ قلت بيمدينا نتعشى، لكن ما بيمدينا. انا شخصيا انا اتكلم مما شفت، انا ما اقول قال زيد ولا عمرو. وحنا قالوا ما ادري بعيد يا رجال. قلت لا بيجينا ان شاء الله كذا، بيجينا كذا من الشمال للشرق اللي عندنا. المهم تعشينا وجلسنا، بعد ما تعشينا نمنا. قال تم النوم على الحين والله يبغى لنا حاجه، ذرو بيت ولا خيمه ولا شيء. انا شفت انا تقدم البرق، قال كل ما له قرب. ايه وما جاء بعدها يمكن والله بساعتين ولا كذا لو المطر. المطر هذا ما في رعد، في برق، رعود ما في، لكن هذيل يسمونه. فأقول كريم يا راعد والبرق له لاح. الله عساه يسقي بلاد المسلمين، هل الهلل من العشاء لفجر الصباح. وبعدين المناسبة خوي ذا بيبتعد عني وما بزد أشوفه. أي لا أهل الله، والله يرحمه ويسكنه الجنة. كنت روي زي الأخوان قعدنا أكثر من 54 عام. أي لا كريم يا راعد والبرق له لاح، عساه يسقي بلاد المسلمين، هل الهلل من العشاء لفجر الأصباح. تسمع هذيل وسعد النايمين. الله يا ليل تنجعلها دائم الأفراح، يا الله يا رب تبقيها سنينة، تخلف بابن طراش النزح. لأن يقول ننقل الأسبوع هذا، يقول ننقل ونبتعد، تخلف بابن طراش النزح، عساه للدار يبقى نازلين. فوجدي علي صاحب لا شفتها ارتاح، لو كان عندي هموم العالمين. الصاحب اللي هروجه كلها مزح، ارتاح من شوفته يوم هبيل. الله سلام صاح لسانه. الله يصحح الله يرحمه ويغفر له ويعيضه في حياته الجنه. الله يجعله في الجنه. الله يحتاج الدعوه يوم ذكرنا الحين هو علي بن مشان الحارثي رحمه الله عليه. واصدقائي واجد وما لي عدو الحمد لله. لكن هذا السالفه كانت في بيته واحنا على العشاء عنده، وصرنا زي الاخوان ورحمه الله عليه وكذا. اولاده الحين رجال ما شاء الله يواصلوني. والله يرحم والديهم، والدينا ووالديكم جميع المسلمين. اللهم امين. الله يسلمك. الاخيره اجيبها الاستسقاء. قالوا اليوم استسقاء، اطلعوا في مصلى العيد صلوا. نروح هناك حدث الشيبان، والله اني اقدر احلف انه ما اقدر اكتب اسمه يعرف اسمه. وحدث قال خاف الله واخشى الله واتق الله وصلوا يا عباد الله وما ادري من الكلام هذا. بعد الخطبه يقوم شايب شايبين من قلب. احنا يا جماعه اللي عندنا حولنا هناك، انا صغير، يقولون لي خلك مع الجماعه اذا طلبوا شيء ولا حاجه خذ حصتك منهم، اثر بيجي للصلاه دي حاجه. طيب قالوا موعدنا بعد العصر عند بيت فلان. ايش بياخذون؟ ياخذون بقره حسين ويذبحونه دفع ويقسمون دفع بلا. تقسم احنا صدقت فينا، تقسمونها ايام القزوم. ايوه ليش؟ ما دام صلينا، شوف ما دام صلينا نتبع الصلاه صدقه، وخير الصدقات في اهلك. ايوه نتصدق على نفسنا وناكلها. فاذا جاء العصر الى حمد جمع من عند هذا، احيانا نذبح والمطر يضرب. سبحان لا اله الا الله. اي والله في ذمتي صادق والله انك صادق. يوم تبرت الامانه من ألن هذا اللي حصل. وحضرت اكثر من مرتين او ثلاث، هذه اللي اذكرها وانا صغير. فنذبح يذبحون الكبار واحنا بس عاد اللحم اذا جاء ونتوزعه ونروح بالاهلنا والمطر يضرب. احنا شايلين اللحم والمطر مع المساري بنسميه. لا اله المسابل حقت القرى، وانتم في قرى تعرفون الكلام هذا. اي نعم. الا هو يقول كذا. يا اخي سبحان الله، عقيده وعمل صارم من الله سبحانه وتعالى. الله انك صادق. اتكلوا على من؟ على الله سبحانه. على الله عز وجل. من ضمن المباركات لما تقسموا ذيك المره، واحد من الجماعه الله يرحمه من تنيدل يوم قسموا هذا، قال لما الجزء هذا لحمدان والعلي الله يغفر له ويسكنه الجنه. عاد تصرفوا فيه، قلنا قسموا بيننا. قالوا قلت تعال يا علي انت قسم. بعود اقسمه وكذا، قلت اختار لك واحد. على نية، على نيتنا وقسمنا ورحنا. يا أخي سبحان الله. على طاري الاستسقاء، أبوي يقول كنت في الوادي، كلام ذا ظني قبل 50 ولا 60 سنة.
يقول في الوادي والله ان الشمس تضربنا. يقول ولا انا ابو واحد من اهل القريه قال له حسين بن مرضي يقول يسحب غترته في الوادي. الله يقول يسحب غترته في الوادي ويدعي ربي جاي لنا. يقول وعودة القفه قلت يا حسين اشكم؟ قال اطلب ربي في المطر. يا وما يخيبها قال اطلب ربي في المطر هايكم ما تطلبون ربي. يقول والله نحن رحنا نتظلل تحت شجرة في الوادي. يقول والله ما من قو الشمس من الشمس. يقول والله ما قومنا من تحتها الا المطر. الله هذا شوف هذا اللي يدعي بقلب صادق ويدعي بيقين ان الله بيحقق منه وبيحقق مراده حتى لو عنده تقصير الانسان حتى لو عنده تعرف انك رب. والله باذن الله شباب اعرفهم ما بذكر اسمهم جو في وادي هناك والدين اذكرها يعني ما بين تباله وبين جرب وبين جرد بادية غامد وبين تباله وبين الجعبة منطقة هناك اسمها قرة جو يدورون لهم ضايعة الشباب ذولا ولا والله عزكم الله مجموعة من الحمير في وكر هناك تذكر فيه ماء وتقوم تحفر بيديها تدور الماء الله وهم يلجون إلى الله سبحانه وتعالى يا رب هذا الطرش بيموت من الظلم يا رب انت سقيه وصدق ما جاء العصر اللي جهسه لا اله الا الله في منطقه قره ما بين جعبه وبين جرت وما بين تبال واعرفهم شخصيا ويمكن يسمعوني الحين وهم شباب صغار لكن شوف صار عندهم رحمه فرحمه الله اكبر من رحمتنا ورحمته ويمكن برحمتهم الحيوانات هذه ان الله يكفيهم شر اكيد ما فيها كلام وان الله سخرهم بالضبط انت سمعت انهم يكسبون اجر اي والله إذن ان لك رب ترجيه فيعطيك ولن من تقرب اليه شبر ان تقربت اليه باع يلا بقول يلا ان الله يلقينا ويلقيكم خير اللهم امين متى يبدا تقول برنامج الظهر تبدا وحده المطبخ اي يبدا وحده شوف دخلوا على الاعلان الظهر ما ادري يبدا وحده يعني باقي سبع دقائق سبع دقائق اسلم انت ايش عندك من قصه الله يطول عمرك يا ابو علي المواقف واجد والقصص واجد ويمكن عندك علوم من واجد لا والله لكن قصدي من هذه لا والله نتحلى بسواليفكم الطيب الله يرضى ما شاء الله تبارك الله يا ابو علي عندك موسوعه علميه في ما هي بسيطه في النجوم وفي الفلك بشكل عام الله يزيدك من واسع فضله والله يطول هذا طال عمرك شف بالنسبه لي انا الله سبحانه وتعالى يقول ان في خلق السماوات والارض لايات يعني الذين يتفكرون فالله سبحانه اعطانا واذا اعطانا في الارض ايات قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه انا الزم اذا لقيت ايه اقعد الزم عندها الله يكرمك والله في نجم يسمونه ما لحقت انتوا عليه اظن بعد 91 الى اي او ايام حرب الخليج اي ما لحقتوا عليه اكيد ما لحقنا فيه نصلي في المسجد واطالع في المشرق انا دائما اتابع النجوم اني شفته يوم بدا المذنب يبتدي الله احنا طالعين المسجد اشوف لي نجم هذا نسميها نجمه الصبح فكري انها نجمه الصبح لكن هذه موقعها غريب ما هي باللي انا اخبر فكل ما طلعت اطالع شوي لها تكبر انا اشوفها تكبر وقفت اخواني واحد توفى رحمه الله عليه عبد الله الله يرحمه ومحمد الله يطول عمره احنا طالعين المسجد قلت يا رب اخواني هم اكبر مني قال قلت انت تشوفون النجم ذا نسميها ما بين الصعبه وجوف الرخامه وما ادري قالوا اي شوفه قلت واضح قال نعم قلت امس واول كان اقل قال الظاهر يورى لك قلت طيب بكره نشوف بكره اشد بعد كذا بدا يزيد الزياده هذه ترى المذنب منطلق بس احنا نشوفه وين السماوات والارض لا اله والله انه بدا وكل ما هذا يزيد الين قعد شهر وما ادري كم الين صار نوره حول 200 متر في الجهذي وظلوا يشوفون اللي في ظلام النور على نور هذا راه منطلق ما ادري وين الله عاد حبس عن الارض او كذا وهذا معروف مذنب بدا من الشرق وانتهى في الشمال الغربي بعد 200 حوالي 200 متر احنا نشوفه 200 لكن هو ملايين الاميال هذا اللي يسمونه مذنب
هو سرعة الانقضاض يأتي وراء شعلة من الانصهارات اللي تأتي إلى رفع الله سبحانه وتعالى وين راح وين جاء ويوم جاء بدأ من هنا من الشرق. طبعا أنا أقول عشان الشرق أي الشرق هنا بدأ من هنا وانتهى هنا ونوره يطلع حول 200 ولا أكثر. وبعدين بعدها خفت انكفت يعني أكثر من شهرين أو حولها. شوف كم مشى كم قطع مسافات. سبحان الخالق عليه توكلت. أي والله فكنت أقول لأخواني قلت شفت قالوا إيش درى قلت شوف وبدأ يكبر ويأخذ يسار يكبر ويأخذ يسار. قلت لكم والله ما هو موقع النجمة دي. فلذلك أنت تقول أنت لك معرفة أحاول أني أطبق أنا من هذه. وإذا جيت في الليل أطالع في النجوم وأطالع كذا وأطالع في الأرض لازم أشوف ولازم كذا. يا أخي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أثارا أكثر أثارا في الأرض. وقال في سورة الثانية في سورة الروم وأثار الأرض عمرها أكثر ما عمرها. فلذلك كنت أتفكر أنا كذا يعني الحمد لله ما زادني إلا إيمانا على الإيمان. وسأل الله تبارك الله يزيدك الله ويزيدك ويثبت الإيمان ويثبت الإيمان في قلوبنا اللهم ويصرف عنا عنكم كل شر. وهذا من العبادة إذا كما تريد بلا وجه الله. فالحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم. الحمد لله الله يزيدك ولا ينقص يطول عمرك. على استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الله يحفظك. والله انا الفرصه انا طيب. والله فرحان معاكم. الله يطول عمرك وسعيد بكم واسال الله ان يسعدكم بالدارين وجميع اخوياكم. الله يسعدنا وياكم وان يرزقكم من اوسع فضلك. اللهم استودعكم الله ولا يهينك. الله يحفظك. والله انا اطيب الظهريات اللي قد قد يا اخي والله انا اطيب. والله ما كنت حاسب الاحسن صدفه افضل من غير مياه افضل من ايش اللي ودانا لهذه النجوم. البرد وما البرد البرد والجو والجو الجو وجوي كان طايب وكايف بوجود. تدري وش اللي جاب طولة. تدري وش اول طار لها أيه؟ العلم اللي في راس الجبال. العلم ايوه معودنا للجبال عندنا في الديره هم معود انا للمطر سبحان الله هم معودنا للبرد. هم كان ان العلم دحين بطاري العلم هذاك نزلتوه تراه لي وما اخذه من واحد شرى لي اياه برده لا يدخل فين وين اي اللي فوق ذاك الكبير على خشم تبغى هذا الحين لو لا 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 ان كانكم ما عاد انتهيتوا منه تنزلوه اسقطوه لاني ما اعطاني اياه واحد قلت ما عندك علم قال لا والله ابشر على خشمي على خشمي كم ابغى ارجع له بعدين اذا انتهيتوا منه مره على خشم اقول على خشم كان معلق هنا صدقت يبو خط اصفر ذا خله ما حد ابشر ابشر ولا تفكوا واذا انت ففزع اللي فوق ذا ابشر ابشر ما تنزلونه ونزل نزل قدام العينين وما نزل على سابته افدانا وافداك الله يطول عمرك ابو علي هلا بيجيك اليوم ان شاء الله هذا اليوم بكره ما بالا بكره ولا شيء اذا سرت نزل بالصدفه يمكن اللي ينزلونه على اساس ان خلني اطفي هذا انا اعتدت اني اطفي هذا وارتب اموري على اساس ما يخرب الجهاز ثلاثه عندي دائما تستاهل الله ما اعلم انهم عنده من الشغل اللي حبكم مرتب يا اخي هذا حق مقدمين جديد حق مقدمين وحق جديد البارح كنت مشارك يا اخي في قناه ال 24 السعودي يا اخي حاط لي اربي ايش اسمه مايك من تحت الارض مرابطيني تربيط ما هذا اللي يربطني بحبال ما تقدر تقول هي ما بزي هذا تشبكم انا ابغى اتحرك والله ان مادين من تحت الكنب هذا ولا اتحرك لين خلصت الحلقه لا اله الا الله اي والله ربطه اخي عندنا اخي مايكات نحمد الله نتحرك ما نخلي مكان لا مايكات عندنا كل شيء الحمد لله هذا مضر من شكرا عفوا طال عمرك الاداره الطيبه الله يطول عمرك الله يرفع قدركم جمال الله الله يحفظ الله يحفظنا وجمعنا ان شاء الله نتكرر يوميا ابد اذا احتجتوني امشي والله الله يطول عمرك يبشرك بالعافيه يا اخي ما اكتفيت طول النهار لا نبغاك في الريالتي نبغاك في الريالتي على خشم على خطي ان شاء الله ان شاء الله مرحبا ومسهلا ابدا بشروبي وان سمح لي ناصر فابشروب اني اول واحد هني والله لي مرحبا مليون بيسمح لك ابو عبد الله ما مقصر انا نزيد نحوسكم شويه وتحوسون الله يطول عمرك الحين نتلاحق قبل لا ينتهي البرنامج يلا نشوفكم على خير الله يحيي الوجه يطول عمرك الله يطول عمرك ابو علي ولا يهينك قاعد الحين في المطبخ الحين وين هو؟ خاطر زين يا شرح بعض الناس تمله من كثر الكلام اي يا هذا سبحان الله يا ولد